اهلا بكم. الاول بشكر استاذنا ودكتور بيلي سمير الصديق العزيز، وبشكر محمد على كلمته ونورتونا، وكلكم عارفين بتاع الدبش اسمه لاجئ كوني، والتعريف اعلى من صفحتي على الفيسبوك مكتوب من سنين طويله عشان ما حدش يحسدني على اي تيار وفق اي مرجعيه يؤمن بها. كل واحد حر، لكن تعريفي وشخصيتي على اليمين، سيرتي الذاتيه على صفحة الفيسبوك، حوارات كتير على الانترنت ولقاءات ومعدلات بمعدل 50 لقاء في السنة الواحدة لمدة 30 سنة في الجيزة وغيرها. على أرض الواقع الحديث بيكون ما بيكونش من وراء الشاشات زي كتير ما بيتكلموا. عنوان اللقاء بتاع النهاردة هو إشكالية التدوين وتأثيرها على التفسيرات المتعارضة بظاهرة الأهرامات اللي بنقول عليها. بس عايز أبدأ من الكلمة اللي بدأ بيها محمد قال نوح بعد الطوفان. هنا الأستاذ بيلي سمير في لحظة عقب، قال طالما هنتكلم علم يبقى مفيش نوح. لا، في نوح وفي علم، بس نوح مين؟ أي نوح إحنا نقصده؟ هنا ده السؤال. بعد سنين طويلة وحضارات كتير واكثر من 30 بلد على مستوى العالم، كل ده منشور واتقال في ندوات ولقاءات قبل كده، احنا عندنا كل الارض مليانه نوح. ولما اقول الارض هقولها للمره الاولى ومش هستخدمها بعد كده، لان هستخدمها كما تعرفون في على النت بكتب كلمه السطح، ما اعرفش حاجه اسمها ارض، بقول السطح. السطح حاجه والارض حاجه ثانيه، عشان خلاف اللي يثير دلوقتي على صحه او سلامه الخريطه اللي انا رديت على خالد قلت له ده كروكي. فأنا على طول اللي فيكو شافني قبل كده بقول كلمة أرض يطلع لي سكرين، عمري ما استخدمتها وما اعترفش حاجة اسمها أرض، ما اعترف بحاجة اسمها السطح، وما اعترفش حاجة اسمها كل الناس عارفة علم المصريات. الناس بتقيسني علم، ده أنا ما بعترفش بعلم المصريات أصلا كعلم، وما بعترفش باللغة الهيروغليفية كلغة، اللي اسمها لغة كتابة تصويرية. لا، في حاجات كتير قوي ما بعترفش بيها، بس ما بقولش دي من نوع، يمكن حديث ضارب بين نادية قبل كده. في فرق بين نادية بتكلمني بين التهور والشجاعة. كلمة لازم تتقال. الشجاعة التهور انك ما تعرفش حاجة عن اي حاجة وتاخد معلومات سطحية وتطلع بالبلدي كده الدب، ده اسمه تهور. لكن الشجاعة انك تمتلك او تحيط الموضوع اللي بتتحدث فيه او تهتم بيه من كل جوانبه، ولو لقيت هذا الموضوع يتعلق بحاجز نفسي عند البشر على السطح تكون شجاع وتكلم فيه. الحاجز النفسي اللي عندنا جميعا هو نوح اللي اتكلم عليه دلوقتي الاستاذ بيلي ومحمد. احنا عندنا اكتر من نوح في الارض. انتهى عشان انا احترت فيهم بصراحه، اضطريت اكتب، يمكن كلكم متابعتوا حاجه اسمها خواطر لغات بيليا والخنزير، تابعينها على النت، منشوره بقى لها سنين، خواطر بكتبها، لو حد فاتح نت ممكن اقراها دلوقتي بصوتي، لو حد معاه نت، طيب اكتب على جوجل خواطر لغات بيليا والخنزير لو حد معاه نت. انا مش عارف نوح ايه، لكن في نفس الوقت ما اقدرش اسكت، ويقول اللي يقولوا هم احرار. نوح موجود في حد عند شعوب السطح كلها، لكن في شعوب ما يعرفوش حاجه عنه، ما سمعوش عنه خالص. ايه؟ هقراها بصوتي عشان بس الناس ايه، لان هي على فكره في ناس بيكلموني من كليات اداب بيفتكروني شاعر، انا لا شاعر ولا اديب، بيناقشوها. لا شاعر ولا اديب، ولا عايز ابقى شاعر ولا اديب مع حبي للشعراء طبعا. ف دي مكتوبه من سنين على النت، هي خواطر على طروش، يعني ناقشوها في اسبانيا بالمناسبه، وناقشوها في البرازيل، وناقشوها في تايوان اعتقد، بترجموا وبيكلموني. هي خواطر بين الواد بيليا والخنزير. الواد بيليا ده شخصيه اعتباريه من عمود صحفي اسمه الواد بيليا، انا يعني الواد بيليا ده شخصيه اعتباريه. ايه الواد بيليا والخنزير بيقولوا ايه؟ يا نوح اعتقني، يا لقب يخفله الزمن، الطوفان شغل الناس عنك واسمك طمسوه عن عمد، ليس كمثل ابنك، سأوي إلى جبل لكي أتوضأ فيه وأعاود المحاولة لعلي أفهم القبول
بين صلاة اللحظة الفارقة وصلاة التسلسل الزمني وصلوات التسلسل الزمني. أيا نوح هب لي من لدنك وعيا نصيرا، أنا من الذرية ركبت الفلك ولم أسأل. ليس أهون من السؤال بعد تضاؤل الشك واليقين. لم أكن ممن فاروا، حزنت بكيت نكست معك، صنعت الجرار بعينك، كاد صوتي يعلو قبلك على من كسرها، على من كسرها. لم يطيق كلانا رؤية تحطيمها، لم يرضى كلانا أن يضلنا الرجل، كلانا عاش مشتاقا فقد علم الله ورد دعاء أنا الباطل. ورضيت أن أكون الخليل، وفرحت بك وبأنك عبد الغفار، وسئنا سويا من الكلب الأجرب، وسخرنا من القبيح ذو العيون الأربع، وامتثلنا لأمر الأميخ، فلم تأتي الطمأنينة وغابت السكينة. قلت نبقى نبقي ندعو نمكث نريح نستريح ننعم، قلت سمعا وطاعة، رعينا الغنم وهبتنا النجارة كرمها، وهبتنا النجارة يعني كرمها، ولم تعصانا الجفر. كنا أسطورة الصبر والمصابرة، فرحنا بثوب العقل والاستدلال، فما كان للطواغيت معنا من سبيل. ورغم الصدود والعزوف تأخرت شكوانا، كنت أول الفلاحين وكنت أول الحاصدين، كنت أول صانع للنبيذ وكنت أول الساكرين. ملكتني السفينة في القرب العظيم، فضلت علي، كنت عايز أكتبها قدمت، وبعد مراجعة خليتها فضلت علي علام وأشور وإربخشاد، وليت علي يافذ من بعده، والباقي يومر ومجوج وتراس وجفان وتبال ومضاي وباكر القائمة. لم أنقض العهد، حتى صديق الخنزير لم يعرف أن نيريز سيقتله ويرفضه في آن، وسيقبله ويرفضه في آن. حرم لحمي على صديق الخنزير، وحرمت الدلمون عليه، فغارت منهما الجنة، يا له من عقاب بلا ذنب. أنهكتني الطاعة والأمراض، وأعيتني الأدوية، صرت مستنقعا للأوبئة بعدما كنت منزلا مباركا. وتحملت كأنك نسيت الألواح والدسر والقطران. هل خدعني الغراب؟ هل صدقتني الحمامة؟ ألم نفرح بورقة الزيتون الخضراء؟ ألم نجمع الأحجار؟ ألم نبني المسبح؟ ألم نحرق عليه القرابين ليستنشقها الرب ليباركنا على أمل الوصول لبر الأمان؟ كنت عينك على بوزر وأموري ونيبور شاهد عدل. ده يا نوح حق، دي صدر حق، أوتنابتشم حق، هيرمان حق، ولو لم يخدعه مصر، مانو حق، بالغمير حق، كل زوجين اثنين حق، كل البذور حق، العنزة حق، فيراكوتشا لم يغلب. قصدتك بكل معاني، وكل معنى هو لك، بعدد ما أعلم وما لا أعلم، أنت الأحق. لقد خدعتني المرافق والمنارات والسحب والضباب، لن أطلب منك أن تسد فجوة زمنية أو كونية، ولا أخشى نقب زبر الحديد والقطران. أيا نوح عمدني بيديك، سئمت لعبة النرد، لا أريد العبور بسلام فهو هين، بل خد بيدي كي لا أعيد القارة على شاطئ آخر. يا نحح أغسني أو اعتقني، لعل آتوم يشفع لي عند سيدي أوزير الواد بيلي. دي نوح اللي عمل الدوشة شوية. اللي عايز أقوله فيها، شكرا يعني، ما عارفش الإلقاء لأن أنا عندي شوية برد كده يعني، عجبكم ولا لأ يعني؟ لا لا لا، ده عايز شهور مش هي. الدوشة اللي فيها إن إحنا عندنا نوح كتير على السطح، بس في شعوب ما تسمعش عن نوح أصلا، وأهم شعوب الأرض، شعوب السطح، الشعب الأفريقي ما يعرفوش عنه حاجة.
راح لهم مع الانتشار المسيحي او التبشير المسيحي, وبالتالي ادمجوه في القصه والموروث الافريقي. ما عندوش حاجه عنه, ما يعرفوش نوح ده مين. ده في 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 وعاء بيبقى حاضن لاي قصه حتى تاريخيه, ما يعرفوش حاجه عنه. وبالتالي جات لهم نوح مع التبشير المسيحي, اهلا وسهلا بقى في حاجه اسمها نوح. بس عندك ثقافتين تانيين, ان اللي قام بدور نوح عند شعوب افريقيه, عند نفس الثقافه الافريقيه, معزه محدش بيتكلم عنها, هي اللي نقلت خبر الطوفان ليهم. وبالتالي جيوا دخلوا كهوف استخبوا وعملوا ايا كان اللي حصل. المهم ما عندهمش حاجه اسمها نوح. شعب تاني, شعب السماي, السماي عندهم شخصيه نوح باسم تاني, وسببوا الغضب ان اتنين قتلوا بعض. اتنين قتلوا بعض, وده شيء يغضب الرب عندهم. وبيتعبدوا على جبل في فوق بركان في اثيوبيا, جبل شهير كينيا واثيوبيا اعتقد. ودي فكرتهم عن نوح. طب نوح ده ايه؟ ايه حكايه نوح؟ ما احنا عندنا لسان, وعندنا في قصه على الارض اسمها نوح. والاستاذ بيه سمير لما بيتكلم موضوع علم, ايوه هو علم نوح بقى, ننقله من الاسطوره للعلم عشان نوصل للنقطه المهمه. بقى في حصل فجوه ما بين الانسان اللي كان بيتكلم فيه محمد, النياندرتال. هي القصه كلها فين؟ اولا داروين ما قالش الانسان اصله قرد, اللي قالها كاتب انجليزي بعد كده عشان بذكر اسمه. ما قالش داروين, لم يذكر صراحه ان الانسان اصله قرد, ما قالهاش. اتكلم على التطور وكتاب هو اسطوره طبعا, لكن ما قالش الانسان اصله قرد. مين اللي قال؟ كاتب تاني اللي صك مصطلح الانسان اصله قرد. طيب داروين قال ايه وهذا الكاتب قال ايه؟ القرد تطور. طب هل القرد هو الوحيد اللي بيتنقل اللي بيتطور ده؟ مشكلتنا احنا بقى احنا نخاف قوي من الانسان اصل القرد, لان الثقافه الحكيمه لينا ايه؟ ادم كان في الجنه, وموضوع عارفين قصه الفخار المنتشر عندنا وعند ثقافات كتير, وموجوده في المصريه القديمه كمان عند الكيميتين الاوائل يعني. طب ايه المشكله في موضوع النوح ده؟ ايه المشكله في الفجوه الزمنيه, الفجوه اللي ما بين الهومو نياندرتال والهومو سابينز؟ هي دي الفجوه. في نقله حصلت غريبه, النقله دي متعلقه فينا, فينا احنا بتشكل حاجز نفسي. ما ينفعش اللي كان على الارض ده طلع بره وطلع الجنه والقصه اللي حصلت بقى ورجع تاني ونفخنا فيه من روحنا والكلام اللي موجود عندنا في الكتب الدينيه كلها. يبقى هنا الموضوع بتاع الخاص بالانسان الجديد اللي هو احنا, في حته غايبه خايفين نقولها, خايفين نقربها, خايفين نفكر فيها, ان احنا اتصنعنا, ان احنا حد اتدخل وعدلنا. القرد في حد ذاته سواء كان شمبانزي قرد عليا, سواء كان الاورنج او باقي انواع القرد العليا, في اصرار رهيب ان احنا منهم. لا, احنا ممكن نكون نوع من القرد الخاص بينا احنا على الارض كلها, لكن بالالماس والاعراق المتشابهه الحاليه. قرد واحد يبقى صيني وزنجي وشعر اصفر وعينه خضره ومش وابيض مسخسخ, يبقى هو قرد واحد؟ احنا هنهزر؟ هو ده اللي بيقوله الناس, ما ينفعش طبعا. كل جنس مسؤول عن نفسه, وهو اللي طور نفسه. ايه التدخل اللي حصل ده؟ دي حاجه احنا بنرفضها, بتشكل حاجز نفسي لانها تصدم بحاجات كتير. الاسود زي ما هو اسود, مع ان الاسود احتفظ لنفسه بروايه تانية عن تطور نوح, عن تطور الانسان, سوري, روايه تانية. هو مش مقتنع بموضوع النوح بتاعنا ده خالص. يبقى مين اللي اتدخل هنا وعمل التعديل ده؟ يطلع لك في اللحظه دي الجماعه اللي بيسموهم روحانيين والوعي الجديد والنيو ايج والقصه سومر. اونيل دخل تعدل في الانسان, هو خد نوع من القرد. احنا نوع من القرد موجود على السطح باكثر من عرق, نوع من القرد الواحد. احنا قرد خاص زينا زي الشمبانزي زي الاورنج زي انواع القرد العليا كلها, احنا نوع خاص منها. لكن الفجوه اللي حصلت دي هي اللي عامله ازمه نفسيه. ازاي ده مره واحده يتطور كده؟ ما في فجوه. الازمه عندهم 223 جين, البعض يقول 300 والبعض يقول 223. معاهد الجينات المعروفه والمجلات العلميه الثقيله قالوا 223, هم دول المشكله اللي بيننا وبين القرد. اي قرد بقى؟ شمبانزي ولا اورنج ولا اي انواع القرد العليا؟
مش عايزين يحددوا. لا في احنا نوع خاص من القرد انتشر على السطح حصل تدخل. من هنا الجماعة الروحانيين وصفحات الوعي والباطنية واللي بيدعوا امتلاك الحقيقة قال لك سومر بدأت فيها الحكاية وخدوا الإنسان عدلوه وبعدين قصة العماليك ومش العماليك وكامل بيتقال ده. مبدئيا كده طالما كلام هيطلع على الهوى لا أنكر أن هذا حدث في سومر، لكن ما تحطش نقطة لأن كده هتخدم وعي تاني بيصوقوا لي من 20 سنة. أبدا حصل من سومر وغير سومر بكل الأعراق بأربابهم إذا كانوا هيعتبروا أونيل وإنكي جايين بمأمورية الرب أنو والرب أنو نزلهم هنا وعثروا على موضوع الذهب والقصة السومرية وموضوع زكريا ساتشن كتاب إنكي المفقود أنا موافق بيه، لكن ما تطبقوش على الأرض كلها لأن أنت كده بتخدم جنسك. يبقى لازم تكون واضحة قدامنا من اللي حصل، والمثيل والمشابه حصل في الجنس الصيني اللي هو بينسب عندنا جماعة الباطنيين والروحانيين باسمه الجنس لي L-E-E حصل، وحصل عندنا، وحصل في الجنس الزنجي الأسود. جنس الزنجي الأسود نوعين، لكن في جنس احتفظ بكل صفاته زي السماي زي الزولو زي الدوجون، اتعزلوا عن العملية بنفسهم وطوروا نفسهم ليهم، ما انخرطوش في المصفوفة المنيلة بنيلة اللي احنا عايشين فيها لحد دلوقتي. ده اللي حصل وده اللي العقل يقبله، لكن هو دلوقتي في طيار عالمي اوروبي امريكي غربي وهندي بيصوت لكي تعود العملية كلها لأونليل وإنكي خدمة طيار معين. وطبعا حدث ولا حرج في جماعة الفيسبوك شير ومش شير، وخدوا بقى قول زي ما انت عايز، ما هو مؤاملك حقيقي. ليه؟ عندهم اللي بيساندهم من قوى مؤسسات وجماعات سرية بأسمائها كلها وهقولها بالترتيب، جازويت وماسون وروسكروش وتنينيين وصليب وردي اللي هم صليب وردي، يعني قول زي ما انت عايز. روسكروش اللي هم جماعة صليب وردي، قول زي ما انت عايز فيهم، جماعات كتير أو لسه ضخمة موجودة كلها على النت بيخدموا طيار واحد عشان سوري في الكلمة، يعني هتخلص لحاجة واحدة انه هيهيئك وهتلبس في اونيل. هتلبس في اونيل عشان تروح لمين؟ يهوى، مفيش تفسير تاني خالص. دي النقطة اللي بتمثل حاجز نفسي لينا، احنا اتعدلنا من نوع واحد يمثل اكثر من عرق. يعني الانسان قردة عليا نوع خاص بذاته، ما هو زي الشمبانزي بس مش بعيد عنه، ما هو زي الاورنج بس مش بعيد عنه، لكن هو نوع خاص منتشر في الارض كله. كل عرق منه يمثل، لا مفيش اسئله، كل عرق يمثل اصله من سيريوس، اصله من بينوس، اصله زي ما يطلع بقى مش موضوعنا، لان هيجي بعد كده تخش في موضوع الضخم او اتنشر على النت دلوقتي اسمه بذور النجوم ومش هقول الحاجات اللي بسمعها عنها دي. ادي الفكره اللي انا مقتنع، ده الكلام اللي انا مقتنع بيه، واللي شايف الواقع والتطورات على السطح راح فين، اللي بيحصل على السطح راح الاتجاه ده. عشان كده لابد نشغل ده شويه ونفكر، انا اسف ان بقول نشغل ده وما ننسكش. نعم، يهوى ولا شيطان؟ انا لا اعرف حاجه اسمها شيطان ولا خير ولا شر، المصطلحات دي ما اعرفهاش خالص. معلش لا ما نعرفش، انا لا هرد يعني في على دي بالذات، ما اعرفش حاجه اسمها شيطان. احنا شيطان واحنا الخير واحنا كل حاجه، احنا كل حاجه، خير ظلام نور شر الكلام ده كله انا ما مش موجود في القاموس بتاعي، انت عارف لاجئ كوني. ما يهوى يهوى مش يهوى، يهوى مش يهوى الكتاب المقدس. انا ماليش دعوه بالكتاب الديني نهائي، عشان مش عايز، عشان موضوع الاسئله. اوكي، ادي قصه اللي انا مقتنع بيها واللي بياكدها الواقع دلوقتي. لو وقفنا قدامها بهدوء هنلاحظ ان ده في صفحات اجنبيه بمئات الالوف ابتدوا الكلام ده. بره في اوروبا دلوقتي بيوزعوا عليه الكتيب، صاحبي هشام هيسمعنا بيوزعوا لهم الكتيب ده بره. يعني من الاخر هتلبس لو ما فقتش، وهتطلع من خطفه لخطفه، مش احنا مجموعه الكوكب المخطوف ده، انت هتطلع من خطوه لخطوه ثانيه لو مش هتفوق. كل واحد حر، حتى ده لو اتصدم، طالما هيبقى فيه منطق وفي واقع بياكده ويتصدم
مع الحاجز النفسي اللي انا خايف منه ما يصدم. ايه ايه ايه, إيه انا ايه هيدو. انا موجود دلوقتي حاليا الساعه كذا في شارع هدى شعراوي في دانتي اليجيري. هل امبارح يلزمني بايه؟ من 1000 سنه كنت ايه هيأثر فيا؟ انا النهارده انا ايه وخلاص. اطلع قرد تعدل, اطلع فرخه, مش هزعل والله من الحقيقه, حتى لو اتصدمت مع ايه في كتاب او في اي مرجعيه دينيه او معتقد, يعني ما مش هبص للكلام ده.